في فقرة قول رأيك اليوم زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس من أول شخص تنقل له أخبارك السارة. خلونا نسمع الأجوبة ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سؤالنا في قول رأيك اليوم، من أول شخص تبشر بالأخبار السارة؟ خلونا نشوف الزوار اليوم إيش قالوا. لو جاك خبر سارة أو مفرح، من أول شخص تنقل له الخبر؟ أول شخص أبو محمد الله يعزه. كيف تكون رد فعله؟ أكيد بيفرح لي، وإذا كان سؤال محزن أكيد أنه بيحزن. لا اليوم مثلا قلت له إني تعبت وهذا تعبان، زعل فزعل علي جدا والله. جابك البلفرد يمشيك. وجابني البلفرد الله الله، هو حجز لنا تذاكر الله يكثر خير إن شاء الله. أمي زوجتي. كيف يكون ردة فعلهم بالغالب؟ بالغالب بيكونوا مبسوطين فرحانين قوي. ما تكون باردة؟ ولا مرة ولا مرة باردة. الأخبار السارة؟ أكثر من شخص يعني. عطنا أول شخص جاء في بالك، مين؟ أمي أبوي زوجتي. طيب إيش كيف تكون ردة فعلهم بالغالب؟ تكون باردة ولا كويسة؟ لا ينبسطون مرة، ينبسطون. مزبوطة؟ مزبوط. أبوي طيب كم ياخذ منك الوقت أساس ترفع سماعة وتقول له دقيقة على طول؟ على طول أول ما يجيك الخبر تنقله؟ أي طبعا دقيقة أفكر فيه وأنقله على طول. طيب كيف ردة فعله؟ على حسب، على حسب الخبر، ما ادري وش الخبر. انت علمنا وش الخبر عشان نقول. طيب اخر خبر مفرح كان؟ ما ادري والله، اتذكر ما اتذكر والله. فعل لا انت تعرف عاد ابائنا الله يطول عمرهم ترى جابتين شوي يعني، خصوصا الاولين يعني. ليه تمام تمام الحمد لله. هو فرح يفرح لك من القلب ولكن ما يحسسك بالفرحه بشكل ما يوضح لك يعني طريقه الفرحه. ف امي طيب كم يستغرق منك وقت عشان على طول تنقل المعلومة؟ إذا الجوال معي دقيقتين على طول. وأقل من دقيقتين. كيف تكون ردت فعلها بالغالب؟ أكيد دعوة على طول. الله يوفقك يا رب وخلي لك على طول. اللهم أمين ويجزاك خير. الله يحفظك يا مرحبا. خلوني أسألكم بنات، مين أول شخص تبلغين بخبرك المفرح؟ ندى. أنا بالنسبة لي أختي، عندي أختي هي توأم روحي، أختي منى أوجه لها تحية طبعاً. هي لما أنا أفرح هي تفرح، لما أنا أحزن هي تحزن ضعفي، فعشان كذا دائماً لما عندي خبر صار أقول لها، والأهلي يعني صديقاتي ممكن. أنت يا نورة؟ صدقي ما أعرف. أنا نفسك، أنا قاعدة أفكر ما أعرف يعني إذا عندي خبر حلو. المشكلة أنه ما عندي أخبار حلوة أقولها كاملة يعني، مين ما يكون ما أقول ما أقول القصة كاملة، ما أقول الخبر عفوا يعني بتفاصيله. أيوة. ما اعرف ليش يعني احاول دائما اني يعني الحمد لله في اشياء الواحد مثلا يتوفق فيها او ظروف ينحط فيها او مثلا قرار مصيري، فطبيعي الاهل والاخوان صح. يكونوا عندهم جزء من المعلومات، بس انا بطبعي ما اقول بس كل شيء. اكيد في احد يجي في بالك على طول ودك تتصلين عليه؟ على حسب، ربما اودي يعني، اودي اكثر وحده بصراحه. أوه. اكلمها. اي لا فعليا يمكن اودي اكثر وحده اكلمها، ممكن مثلا خصوصا انا مثلا هنا حياتي في الرياض عباره عن شغل وبيت يعني ما فيها اشياء كثير، فربما الاشياء الكويسه واللي احاول اني مثلا اسمع فيدباك يريحني اعرف انه اودي يعني حتكون صادقه في مشاعرها وراح تديني وجهة نظرها كيف بالتفصيل يعني. هذه اول مره اعترف اعتراف على الهواء يعني. اهلي اكيد اعطيهم الاخبار الحلوه، الاخبار المو حلوه مستحيل اوصل لهم اياها باي شكل كان صح. بس حتى الاخبار الحلوه ما اوصل لهم اياها كامله لانه ما احب انهم هم يتعلقوا باشياء يعني صح. يكونوا متعودين لا لازم نسمع اخبار كويسه، فاحاول دائما اخلي وضعهم مستقر مطمئن من غير تفاصيل. صحيح. بالضبط. يمكن قبل ما نطلع لايف قلت لكم، قلت رؤى احس اني انا مره غيرت عن اول، عن قبل. قبل كنت انشي خبر بسرعه يجي لي على طول على طول بنات، ما ولا ثواني اصلا ما كمل اللي نقل لي الخبر، ما كمل نقلت الخبر لان انا قاعده ادق. الفتره هذه صرت اقول انه طيب هو تعرف ايش الميزه ودي، هي مش الفكره انه الواحد بطل انه هو يفرح، هو صار عنده نضج. لانه انا من الناس اللي يعني اؤمن ببعض الشغلات انه داروا اموركم بالكتمان، اذا سويت اشياء لا تقولها، اذا تبغاها تتم لا تقولها، قل جزء منها، افرح بجزء منها، طلعها لناس معينين، يعني حتى في بعض الامور اصلا يعني هذه نفسيا من حماسنا لها ان قلناها تبرد جوانا فبالتالي ما نكملها للاخر. صح. صح. فلهذا السبب الواحد يكون يعني حذر ومتحفظ وليه طريقه معينه في نقل او يعني في
التبليغ عن الأخبار الجيدة. أنا مع إنه المشاعر الحلوة أو الأخبار الحلوة حلو نحن نقولها لبعض، لكن لازم دائما يكون في حد وفي اللي متمعين، حتى يعني لازم تختار الشخص اللي بتنقل الخبر. صح. هذا ممكن يخرب فرحتك كلها، يعدم عليك. أكيد ممكن ما يتحمس معك. لا، غير إنه ما يتحمس معك، في أشخاص لا يستحقون إنه أنا أنقل لهم أخبار حلوة ولا حتى أخبار الشينة ولا وش يصير في حياتي ولا إيش ما يصير، لأنه ما أخذ وقت فراغ أو ما أخذ وقت مني. من غير ما تظهر مشاعر الحقيقية لما أفرح في شيء، حتى لو شيء تافه، مثلا عزمت فلانه من الناس تعالي عندي مثلا، يعني انا عازمه، شو تسوين تحطين فتجي تدخل لك كانها هي ضيفه مع الضيوف، فتحسين هي ما فرحت لك. عكس، يعني انا قاعده اقول مثال بسيط، بينما الشخص اللي يفرح لك تحسين فعليا يفرح لك في كل حالاته. صحيح، في كل شيء يفرح لك. صحيح. خليني اقلب السؤال، مين الشخص اللي ما تقولوا لهم الاخبار الحلوه؟ قولي، ما تحبي تقولي له اخبار حلوه، تتحاشي. يمكن نفس ما قلتي، الشخص اللي ما يتمنى لي الخير. لا، حالياً الكل. الكل؟ يعني فعلياً ثلاث أرباع الناس اللي حولي ما أقول لهم، يعني أنا صايرة بطبيعتي الفترة هذه متحفظة. لا، مو متحفظة، صايرة بطبيعتي ما عاد أبغى أقول لحد عن أشياء. أوكي. ما عاد يعني إذا قلت لك دائماً أفكر قبل لا أقول الشيء، أنا إذا قلت للشخص بستفيد؟ لا. بيزيد عندي شيء؟ بينقص عندي شيء؟ لا هذه ولا هذه، احتفظ في الخبر النفسي. يعني ألاحظ إني أنا فرقت عن نفسي من أول كثير بنات. ما عاد لي يخلق سوالف أكثر شيء. فقدت الشغف يا ولدي؟ مو فقدت الشغف، بالعكس، أنا إنسانة مرة أحب الشغف مرة، يمكن لما نقعد أنا ورؤى أكثر واحدة تسولف عن شغفها وأمورها وأشياء تنبسط فيها أنا. بس عموما الناس يعني صرت أخاف، ما أحب، يمكن صرتي حذرة، يعني يمكن الإنسان لما يتعامل مع ناس كثير يكون حذر أكثر. تؤمنين بالله أنا ده مو عن حذر ولا عن خوف ولا عن أنسى. اوكي، انسى. اوكي كذا يعني. ندى، ما في احد ما اقول له اخباري الكويسه. انا دائما اذا صار معي شيء حلو احب اعلم كل الناس. عندي هذه العاده، ما ادري ليش، مع انه زي ما قلت يعني الحلو الشخص انه يكتم اخباره الكويسه لين تتم. انا ما انتظر لين تتم، على طول كل الناس يلا شوفوا، حتى في سناب شات عندي يلا وما ادري ايش. فهذه العاده انا ودي ابطلها صراحه، لانها فعلا ما تخلي الامر يتحقق. فعلا ما يتحقق لي في النهايه اذا انا نشرته. صحيح. عكس لما مثلا اقول بس اقرب الناس لي زي ما قلت منى اختي، خلاص اخبي لين يتم، بعدها انشره لكل الناس. هنا هي طبعا يمكن تختلف، صحيح، مره مساله نسبيه على حسب المواقف والناس اللي حولك. يعني الوالدين الواحد ما يستغنى عن دعائهم، سواء في اتمام الموضوع او حتى في مباركته. يعني صح. انا احب انه مثلا لما اقول لماما، انه اقول لها ماما ادعي لي انه يا ربي تم، او ماما بركي لي ترى تم. فدعاء الوالدين من احلى الاشياء اللي ممكن تصادف. لكن انا يعني ستيل دائما احاول بالنسبه للاهل تحديدا انه ما يشعروا باي ذبذبات تصير في حياتي، فبالتالي دائما بالضبط. سواء يعني حتى الماكسيمم من الفرح ما احب اقوله لاهلي. صحيح. يعني بس انه الحمد لله الامور طيبه، الامور مستقره. وي بنتي، هذه مستشارة، المستشار عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بنتي إيه، انت بتستني أقول ماريا؟ يعني ما شاء الله بنتي لا قوة إلا بالله، مع أنه دائما تكون ردات فعلها باردة، لكن هي أكثر سبورت معايا في الحياة. ناضجة جدا تبارك الرحمن. هو الجيل هذا أصلا ناضج ما شاء الله في مراحل، يعني أنه أوكي يلا قلت لك، بس قلت لك طب ماما إيه وأنا انبسطت طيب، بس هي ما يعني دعمها حلو عقلاني يعني. فهذا اللي هذا الواحد يحتاجه فعلا، ما يحتاج الانسان يكون حول الناس يتعاطفوا معاه كثير، سواء بالحزن بالفرح، قد ما هم يكونوا يعني صادقين في مشاعرهم في وقفاتهم في كلمتهم معك. صحيح. فانا يعني انا ودي حتى الناس تنتبه من العكس، الاخبار الحزينه لا تنقلونها لاهلكم، الوالد والوالده اهم شيء، لانهم هم يحزنون ضعفنا ويتاثرون الضعف. فدائما نقل الاخبار الحزينه ابعدوها عن الام والاب، لكن ما في مانع انك تقول لاخوك اختك شخص كبير صديقك عادي، لكن الام والاب دائما تحفظوا عن الاخبار السيئه لا توصل. لو طلب منكم نقل خبر حزين تنقلون ولا ترفضون؟ انا اكثر واحده اقول مالي دخل، ما يخصني ما يخصني، لا ما اقدر. وانت انقل. هو مرعب ولازم يكون له سياسه معينه، يعني لازم يكون الشخص قادر على انه يوصل هذا الشيء. انا بالنسبه لي ماني قادر، انا ما اعرف، لاني انا بصيح بدايه على طول، انا ابكي، انا ام دميعه ترى على طول ابكي، فما انا ما انفع ابدا. وانت؟ على حسب، على حسب إيه؟ حسب الشخص، على حسب وش الخبر وش الشخص قد ايش قربوا مني. هل انا ممكن لما انقل له الخبر يعني هل انت مستعده انك تشيلي انهيار الشخص اللي تبلغيه؟ بالدارينه. لا انا داري، واني انا اكون مثلا سبورت، لاني ادعمه، اني اكون واقفه معاه في اللحظات هذه.
لا انا عن نفسي بصراحه لا ما لا تحمليني هذه المسؤوليه. احنا عندنا واحده من البنات اذا شفناها نتشائم يلطف. انت ام اخبار الشينه ليه ما تقعد لا شفتم قلت لك ابو فلان شفتم وكلها مصايب مصايب صدق يعني فصرنا ان نتحاشاها ما ندخل فمو حلو بعد الواحد انه طول الوقت ينقل اخبار شينه. بالعكس والله تعرف ابغى اسوي برنامج ما دريته نقال العلوم نحتاج نقال علوم اي يعني عارفه انه بس كذا قاعد يعني يسولف يقول لنا يعني خبايا واسرار بس مو كلها اخبار سيئه اي نحتاج انا ترى اي بس حدجوا علينا حدجوا ايش يعني حدجوا لما نقول ام حداجان ايش معنى ام حداجان؟ ايش يعني؟ اللي تحجي على الناس اللي تعطي يعني اخبار عموما ولا اخبار اللي سيئه؟ اللي تسولف لنا اللي تجمع أيه الناس تقول لهم قصص ايوه لا ام زكي نقلت اخبار مين ام زكي؟ ما شاء الله عندكم امهات كثير ام زكي باب حاره والله ما ادري أيه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله هذه كذا خلصت تعليقنا في حاجه تحبوا تضيفوها في فقره قول رايك؟ لا ابدا فقره كانت حلوه ممتعه طبعا لكن نطلع فاصل وبعدها نرجع